هذا ما أجمل وما أحسن أن يجتمع الإخوة معا. هناك أمر الرب بالبركة. قيامة الرب يسوع المسيح هو حدث تاريخي واختبار شخصي، ونجتمع في هذا الصباح لنقدم عبادتنا للإله الحي، الآب والابن والروح القدس. بدي رحب فيكم مشاهدينا أصدقائنا باسم الرب يسوع المسيح. فترة عبادتنا رح تبدأ بالتسبيح، ومسرورين أن يكون معنا الأسيس فيليمون حسن اللي هو راعي الكنيسة المعمدانية بالخرطوم ورئيس المجمع المعمداني، فمن رحب فيه ترحيب خاص لأنه رح يقودنا بالتسبيح اليوم. ومن بعدها منتابع عبادتنا من خلال إصغاء إلى رسالة من الكتاب المقدس بيقدمها الأسيس عماد بطرس، هو أحد رعاة وخدام هذه الكنيسة، فكمان مسرورين أن يكون معنا اليوم. فخلونا هلأ بفرح نوقف مع بعض ونبدأ عبادتنا لإلهنا الحاضر معنا. هللويا، شي رائع بأنه نتجمع مع بعض بأشكال مختلفة وألوان مختلفة. هذه بستان جنة الله، فنشكر الرب. إحنا بنجي مع بعض لنعبده، بيستحق كل العبادة، ونرفع اسمه ونقول له بنهديك كل المجد، كل المجد. ما في مجد تاني في هذا المكان غير مجده هو. حضور يملى المكان، تلامس مع قلوبنا ويعزينا. بناخد راحتنا خالص، وإحنا مش فكرة برنموا ناس قاعدة تستمع، ولكن إنه كيف نساعدكم ونتساعد مع بعض وإحنا بنعبده. أهديك كل المجد والكرامة، أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك. أهديك كل المجد والكرامة، أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب، تصنع العجائب. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب، ليس مثلك من يصنع العجائب، فأنت تستطيع كل شيء، كل شيء، كل شيء، ولا يعصر عليك أمر. ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء. فوق الجميع نرفع هللويا. رب قدير للأبد ملكك، دوما آمين نثق بك، نعظم من مثلك. فوق الجميع نرفع اسمك، للأبد ملكك، دوما آمين نثق بك، نعظم من مثلك. يسوع اسمك، فعلا اسمك عظيم، فعلا اسمك عظيم. يسوع اسمك، يسوع اسمك عظيم، مسجود
اسمك للأبد. أعلن مجد يسوع. أعلن مجدك. أخضع لك يا رب وأهتف من كل القلب فوق الجميل. أرفع اسمك للأبد. أعلن مجدك. أخضع لك يا رب وأهتف من كل القلب. يسوع أنت عظيم. يسوع اسمك عظيم. يسوع اسمك عظيم. يسوع اسمك عظيم. نسجد لك فاسمك عظيم. يسوع أنت مالكي. وعندما نعلن اسمك تنحني كل الأرض لك. تسجد كل الجبال وتهتف لك المحاق. وعندما نعلن اسمك تنحني كل الأرض لك. تسجد كل الجبال وتهتف لك اللحام. يسوع اسمك عظيم. يسوع اسمك عظيم. يسوع اسمك فاسمك عظيم. يسوع أنت مالكي. هللويا. يا لعظمة الرب وروعته. إله عظيم. من بيعرف هذا الإله العظيم؟ اللي بيختبر هذا الإله. أنت عظيم. عظيم يا الله. في محبتك، في أمانتك، في تحريرك، في شفائك. أكثر أكثر أكثر. ما في كلمات وتعبيرات بشرية نعبر عن عظمة هذا الإله. أنت عظيم. عظيم. عظيم يا الله. أنت عظيم. عظيم. عظيم يا الله. عظيم في محبتك. نعم يا رب أنت عظيم في محبتك. كما أنت أمين في أمانتك. أمانتك عظيم في تحريرك. أيضا في جفائك. عظيم في محبتك. عظيم في أمانتك. عظيم في تحريرك.
أو داير بالسوداني إنك تعيش مرتاح وفي سلام وفي أمان. قرب لقلب الرب، قرب، تعال لقلب ربنا، قول يا رب أقترب إليك. فلما يقترب للرب نجد الفرح والسلام والأمان وسط الظروف الصعبة، اتمتع بالسلام وبالأمان. خذني بقرب قلبك فأعبدك، خذني بقرب قلبك فأعبدك وأغني من مثلك، أغني من مثلك وأغني من مثلك، أغني من مثلك. أبي أنت، أبي أنت وإلهي، أنت صخرتي، صخرة خلاصي، حافظ العهد والأمانة، لا تنكر نفسك، رافع رأسي أنتظر حسب وعدك، لأهتف وأصرخ أهلل بك سيدي، أعلن بك نصرتي، أنت أنا أغني من مثلك، وفي شخص آخر غيره أغني له بس ما في من مثلك، فأنت أبي، أبي أنت من مثلك، أغني من مثلك. إلهنا نشكرك، نباركك، نعظمك إلهنا لأنك صالح إلى الأبد رحمتك يا رب. فنحن نباركك، نباركك، من نحن يا رب حتى بنجي ونقف قدامك نشكرك. هللويا. نباركك يا مليك المجد ربنا وولينا إلى الأبد، قادر تفعت رأسا على الجميع، لك يا رب القوة والسلطان، يسوع نرفع اسمك فوق كل آه، فالبهاء والجلال لك وحدك يا يسوع، أبارك اسمك يا يسوع، نبارك اسمك، نباركك يا فرصة إنك تبارك هذا الإله، تبارك هذا الملك العظيم، ملك صار عبد حتى يرفعنا، ولما يرتفع نحن معه، أجلسنا معه يا رب القوة والسلطان، يسوع نرفع اسمك عالي.
هللويا هللويا، مجدا ليسوع، مجدا لهذا الإله الحي، مجدا للرب. جايين في محضر لنطلب مجده ومجده فقط. ظهر مع يسوع في الجبل موسى وإيليا، وبعدين بطرس حب يعني انه عظماء العهد القديم. ما في عظيم امام يسوع. صحابة ظللتهم، اختفى موسى وإيليا، هذا هو ابن الحبيب، ولم يروا الا يسوع وحده. هللويا هللويا هللويا. انا بطلب مجدا وريني مجدا، لو اذا كان في عيني نشوف شنها بيدك. انا بطلب مجدا وريني مجدا، لو اذا كان في عيني نشوف شنها بيدك. يا يسوع تصرم، فاحنا في موكب هذه النصرة، نصرة الرب يسوع المسيح. هللويا. شكرا لله الذي يا
يسوع لحدا يقبل يسوع فأنت أعطيته غنى. غنى يسوع هو السكة، سكة الوحيدة اللي بتودي السماء. هذه الترنيمة السودانية يمكن كتير فيكم ما يعرفوها، برنمها وكتير سهلة. سكة تاني ما في إلا يسوع، هذا دوركم معنا بترنموا معنا. سكة تاني ما في إلا يسوع، نور تاني ما في إلا يسوع، حياة تاني ما في إلا يسوع. أمين. وحده وحده يسوع هو سكة الدنيا، يسوع هو سكة الدنيا، يسوع هو سكة الدنيا. سكة تاني ما في إلا يسوع، سكة تاني ما في، سكة تاني ما في. دعونا نصلي مع بعضنا. نعم يا سيد، أنت مستحق كل المجد والغنى والكرامة. نعم يا سيد، ما أمجد اسمك في كل الأرض. نشكرك لأنك ذبحت واشتريتنا من كل شعب وأمة وقبيلة ولسان. نشكرك يا سيد لأنك اشتريتنا لا بأشياء تفنى بفضة أو بذهب، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم يسوع المسيح. إلهنا الصالح، بنيجي أمامك في هذا الصباح وبنطلب منك إنك تكلمنا، اتكلم لقلوبنا يا سيد، ارسل كلمتك، احيينا، غيرنا وشكلنا النهاردة. نحن ننتظرك أنت وحدك يا سيد، ننتظرك أنت وحدك في اسم المسيح. آمين. صباح الخير. ابتدينا سلسلة خلال هذا الشهر تحت عنوان شكلني، ومن خلال هذه السلسلة بنتكلم عن التشكيل الإلهي، مش الأمور اللي المفروض نعملها لله، لكن كيف الله عايز يغير شخصيتنا، وهي الصفات اللي المفروض تكون في حياة كل واحد فينا حتى نكون مشابهين صورة ابنه يسوع المسيح. تكلمنا المرة الماضية عن أنه الشخصية الرؤوفة، وفي مثل بيقول كده أنه من شابه أباه فما ظلم.
يعني انه في كل مره الابن بيشبه ابوه، ده شيء ايجابي جدا جدا جدا. وتكلمنا المره اللي فاتت لانه الله اله رحيم، الله اله رؤوف، الله اله كل نعمه، فاحنا مدعوين انه نكون رؤوفين رحومين في كل ما نفعله اتجاه الاخرين من حولنا. في هذا الصباح هنتكلم عن الشخصيه الشغوفه، الشخصيه الشغوفه. هنتكلم كمان النهارده عن شخص الله، الله اله قلبه مليان بالحب بالشغف بالشوق الغير عادي لخلاص النفوس حتى ترجع كل الخليقه ليه ويعرفوه ان هو وحده سيد ورب وملك، حتى يصالح العالم كله لنفسه في شخص ربنا يسوع المسيح. وصلاتي في هذا الصباح انه يخلق الله في قلوبنا هذا الشغف الالهي، وهذا الشغف اللي بيحكي عنه بولس وهو بيتكلم لكنيسته، بيقول لهم كده: يا اولادي الذين اتمخض فيهم حتى يظهر المسيح، حتى يتصور المسيح في حياه كل شخص فيكم. لكن موضوعنا في هذا الصباح في سياق معين، هذا الاسبوع بنتكلم عن الكنيسه المرسله، الكنيسة المرسلة وليس الكنيسة المرسلة. وبكل بساطة هذا يعني إن إحنا كشعب الله، أنت وأنا كلنا مع بعضينا البعض، مدعوين إنه أول ما ينتهي اجتماع العبادة يوم الحد اللي بنتجمع فيه علشان نحتفل بإلهنا، نسبح ونمجد اسم الله، نعبده من كل القلب، نسمع كلمته تغيرنا وتشكلنا، شعب الله الكنيسة مدعوة إن هي تعمل إيه؟ تخرج للعالم. كل واحد فينا يمارس المهمة اللي الله وضعها عليه، الدور اللي بيقوم به، سواء في البيت، سواء في العمل، سواء مع الأصدقاء، مع الأقارب، مع الجيران، مهما كان الأمر اللي بيشغلك طول الأسبوع وإنت بتمارس هذا الأمر، انتبهوا معايا، إحنا بنمارسه وعندنا وعي وعندنا إدراك إن هذه المهمة هي المهمة اللي كلفني بيها الله، وكل ما أفعله في حياتي أنا بفعله علشان يمجد شخص الله. وإحنا مشغولين ببيوتنا، بعائلتنا، بأشغالنا، بخدماتنا، بكنائسنا، إحنا بنعمل ده لأنه ده شو الله لكنيسته، ده شو الله لشعبه، إنه يخرج ويكون نور وإنه يكون ملح للعالم اللي هم عايشين فيه. لكن في جانب مهم في حياة الكنيسة محتاجين النهاردة نتكلم ونشدد عليه، إنه أنا بهتم بأسرتي وأنا بهتم بعيلتي وإحنا بنهتم بخدمة الكنيسة، لكن هناك أشخاص كثيرين لم يعرفوا الله بعد، لم يتصالحوا مع شخص الله بعد. في أشخاص وكنائس في أماكن كتيرة تانية في شرقنا عندهم هذا الشوق، عندهم الشوق أن يوصلوا رسالة المسيح، عندهم الشوق أن يشوفوا شعوبهم ومجتمعاتهم بتتغير وتعرف الله كمخلص شخصي، لكن لسبب أو لآخر عندهم صعوبة أن هم يحققوا هذا الهدف. والسؤال اللي نفسي نسأله مع بعضينا البعض في هذا الصباح، مش إيه هو الدور اللي المفروض نقوم بيه علشان نساعد انتشار الملكوت في شرقنا، مش هو الأمور اللي المفروض نقوم بيها، لكن السؤال هو إيه هي الصفة، إيه هي الصفة، إيه هو القلب اللي المفروض تتحلى بالكنيسة أنا وإنت علشان نكون شركاء في العمل الإلهي. يا ريت نتذكر دايما إنه الله دعانا حتى نكون شركاء معاه، وده اللي قاله بولس. كان في انقسام في كنيسة كورنثوس، والبعض بيقول أنا لبولس والبعض بيقول أنا لأبولس. بولس بيقول لهم من هو بولس ومين هو أبولس؟ إحنا عاملان مع الله، إحنا بنعمل مع الله، الله هو صاحب العمل، الله هو صاحب الشغل، الله هو صاحب الرؤية، وإحنا بس ماشيين معاه، إحنا شركاء مع هذا الإله. وإن كان الله دعانا علشان نكون شركاء معاه، إذن لازم نعمل كما يعمل هذا الشريك العظيم. في البداية كمان إنه مهم إنه لو أنت حابب تدخل شراكة مع حد، إنك علشان تعمل كده شغل معين، أهم حاجة بتدور فيها في الشريك إنه يكون قلبه زي قلبك، صحيح؟ أنت عايز الشغل والعمل ينجح، فأنت بتصحى بدري، بتشتغل من كل القلب، بتسهر، بتدي كل اللي عندك علشان ينجح هذا العمل. بتتوقع من شريكك إنه يعمل إيه؟ إنه يكون عنده نفس الروح، إنه يكون عنده نفس القلب، إنه يشتغل معاك بكل قوته وبكل طاقته. لكن تخيل لو شريكك كسلان، مش همه على الشغل، مش فارق إن كان الشغل ينجح أو
ما ينجحش. مش عايز النوع دوت من الشركاء انك تبتدي معاهم شغل. وان كان الله بيدعونا حتى نكون شركاء معاه، فبيتوقع مننا انه قلبنا يكون زي قلبه. ان كان قلب الله عنده شغف، شغف لخلاص النفوس، شغف حتى يتمجد الله نفسه، فبيتوقع من كل شخص فينا، من كنيسته، ان يكون عندها هذا الشغف الالهي لخلاص النفوس، وانه ترجع المجتمعات والشعوب الى الله وحده. حابب اشارك معاكم النهارده صفتين مهمين من المفروض ان يكونوا موجودين فينا وهم على قلب الله. شغف، شغف حتى يرجع الضال والبعيد، دي اول نقطه. وتاني نقطه شغف حتى يتمجد الله، شغف حتى يتمجد الله. خلونا نبتدي بالنقطه الاولى، شغف حتى يرجع الضال والبعيد. نقرا مع بعضينا البعض من انجيل لوقا والاصحاح ال15 ايات معروفه لنا كلنا، انجيل لوقا والاصحاح الخامس عشر. هنقرا الاعداد الاولى من هذا الاصحاح. بيبتدي الاصحاح بيحكي لنا على موقف، موقف بين رجال الدين في ذلك الوقت وبين شخص المسيح. بيبتدي بهذه الكلمات: وكان جميع العشرين والخطاة يدنون منه، من يسوع ليسمعوه. مين كانوا اصدقاء يسوع المسيح؟ الخطاة والعشرين، الاشخاص اللي كان بياكل ويشرب وعايش معاهم. من وجهة نظر رجال الدين ده شيء مش كويس. إن كنت جاي وبتنادي إنك جاي من عند الله، إنك شخص بار، إنك شخص تقي، المفروض تعمل إيه؟ تبعد عن الخطاة، الأشخاص الفاسدين مالكش علاقة بيهم. علشان كده يقول الكتاب المقدس: فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين: هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. يسوع مش ممكن يعدي الفرصة ديت إنه يبتدي يشرح لهم. إن كنتوا فاهمين إنه الله إله بعيد، الله ملهوش أي علاقة بالخطاة، الله منفصل عن عالمنا لأنه عالم شرير وفاسد، تبقوا غلطانين، تبقوا غلطانين. ده مش الله اللي بيعلنه لنا المسيح. وبيديهم مثل مهم ومعروف لنا كلنا، بيقول هذه الكلمات: فكلمهم بهذا المثل قائلا: أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحد منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ وإذا وجده يضعه على منكبيه فرحا، ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال. أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. أو أية امرأة لها 10 دراهم إن أضاعت درهما واحدا، ألا توقد سراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده؟ وإذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة: افرحن معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته. هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطي واحد يتوب، بخاطي واحد يتوب. هنا المسيح بيحاول يعلم التلاميذ وبيعلم رجال الدين وبيعلمنا في هذا الصباح أنه لو فاهمين أنه الله إله عايش بعيد عن عالمنا، ما خصهوش باللي احنا بنمر فيه، ملهوش علاقة بالأشخاص الخطاة، ومنتظرهم لما هم يرجعوا، لما هم يتوبوا، لما هم يتحسنوا ويكونوا في وضع أفضل علشان كده يقدروا يرجعوا له هو يقرب منهم، تبقوا أنتوا غلطانين. الله إله بيبحث عن الخاطي، عن البعيد، عن الضال حتى يجدهم، حتى يجدهم. المرأة لما بيضيع منها درهم بتعمل ايه؟ بتفتش وبتكنس البيت. لكن في صفة مهمة هنا بيقولها الكتاب المقدس، ان هي بتفتش بايه؟ باجتهاد، ان هي مجتهدة، انه انا مش هنهي المهمة ديت الا لما الاقي الدرهم اللي ضايع منه. والرسالة كانت واضحة لرجال الدين وواضحة لينا، انه الله إله بيبحث باجتهاد، بيفتش على الخاطئ، بيفتش على البعيد، بيفتش على الضال. الله إله لا ييأس أبدا. ويمكن حياتك وحياتي، اختبارك واختباري بيعلن لنا هذه الحقيقة، إنه الله ما كلش، ما فقدش الأمل فينا أبدا. بالعكس
كل يوم بمراحم جديدة، بإحسانات جديدة، بحب جديد كان بيظهر لينا ذاته، إلى أنه قررنا في يوم من الأيام أنه نتجاوب مع هذه النعمة الإلهية ونقبله مخلص شخصي لحياتنا. فين المشكلة؟ أحياناً بيبقى عندنا شوق وعندنا هذه الرغبة أن النفوس ترجع للمسيح، بس أوقات بينقصنا هذا الشغف الداخلي أنه نفتش باجتهاد حتى يرجع الضال. أوقات بنقول أنه أنا حاولت مع صديقي، حاولت مع قريبي، حاولت مع جاري، أنا عملت كل اللي عليا، لكن واضح أنه مفيش أمل، مفيش أمل، مفيش أمل، فخلاص خليني أشوف حاجة تانية أعملها في حياتي، أو يمكن خليني أهتم بشخص تاني. لكن الكتاب المقدس بيقول لنا ما تكلش أبدا، ما تكلش أبدا، لا تيأس أبدا، لأنه الله يعمل، الله ما زال يفتش، الله ما زال يبحث عن الخاطي والضال والبعين، والله مش ممكن، مش ممكن هيوقف عمله إلى أنه ترجع كل الخليقة ويصالح كل الخليقة لنفسه في شخص ربنا يسوع المسيح، إلى أنه يأتي اليوم اللي فيه كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض تعترف أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. لكن هذا التفتيش مهم، مهم، وإحنا زي ما قلت مشغولين في حياتنا، في خدماتنا، عندنا طاعة حقيقية للرب، بنحاول إنه فعلاً نخدم رب ونظهر مجده في حياتنا، محتاجين هالاجتهاد علشان نتذكر إنه إحنا مش لوحدينا، إنه الله حلمه أكبر من حلمنا. إن كان حلم حياتي ده حلم رائع، حلم أسرتي ده حلم رائع، حلم كنيستي ده حلم رائع، حلم المنطقة والمجتمع اللي أنا عايش فيه ده حلم رائع، لكن الحلم مش حلمك ومش حلمي، الحلم حلمه هو، وقلب الله شغوف مش بس علينا إحنا كأفراد، لكن على كل الخليقة. علشان كده محتاجين وإحنا بنعيش حياتنا في طاعة حقيقية نتذكر، وده بياخد مننا اجتهاد، محتاج إصرار، محتاج عزيمة في كل شيء بنعمله، أنه هناك مجتمعات، هناك شعوب، هناك كنائس محتاجة أنه نقف معها، أنه نساعدها، نصلي لأجلها، ونكون بنساعدهم أن هم ينشروا رسالة المسيح حتى يتصالح العالم كله مع الله. نفتش باجتهاد على البعيدين في مناطق لم يصل إليها الإنجيل بعد. الكنيسة وعمل الله لا يحد مكان ولا يحد زمان، لكن علينا أن احنا نجتهد كمان في الصلاة، بنصلي لأجل البعيدين، لأجل الأشخاص اللي بيعملوا في مثل هذه المناطق. الخدمة صعبة وإبليس حربه شرسة، ومحتاجين نكون ككنيسة بنقدر نقف في الصلاة، نقف كده في الصغر أمام الله ونصلي لأجل شعبه، لأجل خليقته، لأجل كنيسته، لأجل جسده، لأجل خدام الله في هذه المناطق، ونطلب ليهم معونة ويكون في العزيمة والإصرار ديت موجودين في حياة كل شخص مننا. محتاجين نفكر إحنا ككنيسة، إحنا ككنيسة، وإحنا بنقوم بدورنا، وإحنا بنقوم بمسؤولياتنا، محتاجين نفضل نذكر بعضينا البعض، محتاجين نفضل نذكر بعضينا البعض، اللي بنقوم بيه رائع، اللي بنقوم بيه عظيم، اللي بنقوم بيه هو فعلاً طاعة من كل القلب لله، لكن محتاجين من وقت للتاني كده نذكر بعض ونقول لبعضينا يا ريت ما ننساش البعيدين، يا ريت ما ننساش البعيدين، يا ريت ما ننساش جسد المسيح في شرقنا، لأنه ده بيحتاج زي ما قلت من لحظات بحث، اجتهاد وعزيمة وإصرار إنه مستمرين نسمع لله، نسمع للصوت الله، ونهتم بهؤلاء البعيدين. لكن في الحقيقة أي بحث مكلف، أي بحث مكلف. تخيلوا معايا الراعي، الراعي ساب 99 وراح على الجبال بيفتش وبيبحث، وده أمر فيه خطورة، ده أمر مكلف، ده أمر مش سهل أبدا. ما كانش عندنا الاستعداد أن نضحي بوقتنا ككنيسة، من وقتنا، من مواردنا، من أمكانياتنا، ونصمم أنه نبحث عن الضال والبعيد، هيكون في شيء محتاجين نرجع ونمتحنه مرة تاني فينا ككنيسة. نضحي بأنه نخرج خارج ذواتنا، خارج أفكارنا، ونفكر مع الله في البعيد والمحروم والضال. لكن أحيانا بنسأل هذا السؤال، اللي بيفرح قلب الله، اللي بيفرح قلب الله، ليه أوقات بتغيب الفرحة أحيانا من وسط الكنيسة؟ ليه أحيانا الفرحة بتغيب من حياتنا؟ الكتاب المقدس بيقول حاجة مهمة، إنه لما الراعي بيلاقي الخروف الضال ده بيعمل إيه؟
بيعمل ايه؟ بيبتدي يعمل حفله كبيره قوي قوي قوي، بيعزم الاصدقاء والجيران وبيقول هذه الكلمات انه الخروف اللي ضاع مني انا لقيته مره ثانيه. ويقول الكتاب المقدس هي دي السماء، هو ده قلب الله، هي دي الكنيسه، الكنيسه اللي دايما بتفرح وبتهلل وبتسبح وبتعظم الله. لما تشوف الناس بترجع، لما تشوف النفوس بتعرفه، لما تشوف مجتمعات بحالها بتتصالح مع الله وبترجع وبتؤمن به ان هو سيد ورب ومخلص. محتاجين نسمع الاخبار دي، محتاجين انه نسمع الاخبار دي، محتاجين انه ننغرس في هذا العمل، لانه دوت بيفرح قلب الله، ده بيفرح الكنيسه، ده بيفرحنا احنا انه نشوف الله بيتمجد وبيتعظم في حياتنا وفينا ومن خلالنا للمجتمعات اللي احنا بنعيش فيها. قد ايه بنشوف اوقات وده بنختبره لما بتيجي بتسال ايه اخبار العيله، ايه اخبار ولادك، احيانا بتسمع كده غصه في القلب وبقول لك اه ابني بعد، ابني ضل، وبتحس فيها نوع من الانكسار، فيها نوع من الحزن، وكانه شو قلب الاب والام، ياه لو ابني يرجع مره ثانيه ويعرف الله ويمشي في الطريق الصح. ومرة تانية ترجع تسأل لنفس العيلة أو عيلة تانية إيه أخبار ولادكم؟ تلاقيهم مليانين بالفرح بالابتهاج إنه بيطيروا من الفرح. ليه؟ عايز أقول لك حاجة، قول ابني عرف المسيح، ابني رجع لله، ابني ساب كل الطرق الرياضية ديت، ابني تخلص من الزنا، من المخدرات، من 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 من، وبتحس إن الفرحة طايرين من الفرح بسبب إنه ابنهم كان ضال، كان ميت ووجد. هو ده قلب الله، قلب الله اللي بيدمع، قلب الله اللي مكسور، قلب الله الحزين، لأنه الله عارف، عارف إن السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. هو عارف، عارف إن الخطية خاطئة جدا، إن الخطية هي شر عظيم، إن الخطية بتدمر حياة الإنسان، ولأنه إله محب، لأنه إله كل رحمة، عارف إنه نهاية هذا الإنسان شر، دمار، موت. والحياة الحقيقية لما نعرفه هو، عشان كده قال لهم أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة، ولتكون هذه الحياة فياضة، حياة مليانة بالخير، مليانة بالبركة، مليانة بالفرح. صلاتي أنه نتميل بهذه الأشواق الإلهية في هذا الصباح، ونقول له رب تعالى كده واخلق فينا هالقلب، القلب اللي عنده استعداد يضحي، القلب اللي عنده استعداد يفتش، القلب اللي عنده استعداد اللي ما يهدلنا بال إلا لما يتمجد الله في وسطينا ونشوف نفوس ومجتمعات بترجع لله من كل القلب. ده الشغف الأول، شغف إنه يرجع الضال والبعيد والمحروم، لكن الشغف الثاني هو الشغف حتى يتمجد الله، شغف حتى يتمجد الله. حابب أنقل معاك لشخصية مهمة من الكتاب المقدس في العهد القديم، وهي شخصية نحمية، شخصية نحمية في نحمية والأصحاح الأول. نحمية كان عايش في وقت السبي أو بعد وقت الرجوع كمان من السبي. يقول الكتاب المقدس على نحمية أنه كان عايش في القصر، كان ساقي الملك، لكنه كان عايش في غربة، وهو عايش في غربة في مركز كويس في مكانة كويسة، ما كانش اللي شاغل قلب نحمية نفسه، اللي كان شاغل قلب نحمية شعبه وبلده. كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل زي ناس كتير مننا لما يكونوا عايشين في الغربة، نبقى عايشين في الغربة لكن قلبنا فين؟ قلبنا مع بلدنا. علشان كده كل يوم تلاقينا بنقرأ الأخبار أكتر من أي شخص يمكن عايش جوه البلد، ولو في أي شخص مسافر وقابلناه جاي من بلدنا بنبتدي نسأله بكل شغف، طمنا إيه أخبار البلد؟ إيه أخبار الأصدقاء؟ إيه أخبار الكنيسة؟ إيه أخبار العيلة؟ خبرنا على اللي بيحصل هناك. في شغف. نحمية يقول الكتاب المقدس إنه كان عايش ساقي للملك، بس هو عايش ساقي للملك يقول هذه الكلمات، نحمية الأصحاح الأول والعدد الثاني: إنه جاء حناني واحد من إخوتي، هو ورجال من يهوذا جايين من مدينة يهوذا، فسألتهم عن اليهود الذين نجوا، الذين بقوا من السبي وعن أورشليم. سؤال نحمية ده مهم، عارفين ليه؟ لأن الكنيسة اللي عندها شغف إنه يتمجد الله، كنيسة مش مهتمة فقط بنفسها
زي نحمية، لكن كنيسة مهتمة بالواقع، بتحاول تقرأ الواقع، بتحاول تعرف إيه اللي بيحصل في البلاد والشعوب اللي احنا بنعيش فيها. بنحاول نسأل، طمنونا إيه أخبار الكنيسة في البلد الفلانية، إيه أخبار الكنيسة في البلد الفلانية، إيه أخبار عمل الله في شرقنا. السؤال ده مهم لأنه بيظهر أنه في اهتمام، في رغبة أنه نعرف عن الله وعن عمله، في رغبة أنه نحاول نساعد. دي نقطة مهمة، دي نقطة مهمة، أنه نحمية كان شخص عايش في القصر لكن كان مشغول ببلده، وكان دايماً مشغول بالواقع، دايماً مشغول بالواقع، بالمجتمع اللي هو تركه وهو الآن عايش في السبي. بس للأسف مش كل اللي بنسمعه دايماً بيكون أخبار حلوة، صحيح؟ وده اللي حصل مع نحمية. يقول الكتاب المقدس لما ابتدى نحمية يسأل، قالوا له الأخبار اللي احنا هنسمعها مع بعضنا البعض. فقالوا لي أن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار، أبوابها محروقة بالنار. إيه رأيكم في الأخبار ديت؟ أخبار سيئة جدا جدا جدا. إنه إيه أخبار المدينة؟ في خراب، في دمار، في موت، وشعب الله في عار، في عار، في عار. أوقات كتير لأنه بنعيش الواقع المر كل يوم، وبنسمع أخبار سيئة كل يوم، وبنشوفها على التلفزيون مشاهد موت وحرب وأطفال متشردة، بيوصل علينا وقت بيبقى طبيعي، بيبقى عادي. في الأول مشاعرنا كانت بتتحرك، وبعد شوية عادي بنشوف الخبر وبنقلب نتفرج على شيء تاني، بنشوف الخبر وكأنه أصبح طبيعي. بنعيش في مجتمعاتنا وبنشوف فساد وبنعيش معاه وكأنه طبيعي. بنشوف شر، بنشوف اغتصاب، بنشوف إدمان، بنشوف مخدرات، بنشوف أجيال حالها أمام عينينا بتضيع، ولأنه بنعيشها كل يوم بنحس إنه ده الطبيعي. بالنسبة لنحمية ده ما كانش الطبيعي، ده عار، ده عار. إنه يكون في موت، إنه يكون في خراب، إنه يكون في اغتصاب، إنه يكون في فساد، إنه يكون في كل الشر اللي موجود، ده عار، ده مش الطبيعي. واللي بيحاول يعمله إبليس، لأنه سراق، لأنه قتال، لأنه هدفه إنه يدمر البشرية، إنه يحاول يقنعنا إنه ده الطبيعي، إنه ده الطبيعي، إنه ده الطبيعي. لكن الله بيحاول يذكرنا إنه لما بنسمع هذه الأخبار ده عار، ده عار. الله لا يتمجد من خلال الموت، من خلال الدمار، من خلال الاغتصاب، من خلال المخدرات. الله لا يتمجد في هذا الشكل ابدا، لكن ده عار. وعلى الكنيسه وهي بتسمع هذه الاخبار تقتنع انه دي مش مشيئه الله، دي مش مشيئه الله، ده مش قصد الله. الله خلق الانسان على صورته وشبهه، لكن الخطيه هي اللي شوهت صوره الله في هذا الانسان. ومن الخطا انه شر عظيم انه نقتنع انه ده الطبيعي، انه ده الطبيعي، ده مش الطبيعي ابدا، ده مش الطبيعي ابدا. لازم نؤمن ان ده عار، انه ده عار، ان يكون في ناس بتموت، ان يكون في فساد، ان يكون في اغتصاب، ان يكون في كل هذا الشر، ده عار. لانه مشيئه الله هي حياه، الله اله صالح، الله اله كل نعمه، الله اله كل بركه. وغير كده، وغير كده يبقى محتاجين نرجع مرة تانية ونمتحن نفسينا. بصلي من كل قلبي في هذا الصباح إنه الله يحيي هالمشاعر من جديد جوانا، ونرجع نقتنع من جديد إنه مش مشيئة الله الموت والخراب والدمار، لكن ده شر وده عار. وزي ما بيقول كده نحمية والأخبار اللي جات له إنه هذا شر عظيم، هذا شر عظيم. لكن نحمية في الجزء الباقي قبل ما يتكلم على الصراخ أو على الصوم والصلاة، يقول الكتاب المقدس لما كان نحمية عينه على الواقع، لكن في نفس الوقت كان عارف كويس قوي مين هو الله، كان عارف كويس مشيئة الله، كان عارف كويس إنه الله اللي أنا بعبده ده إله شخصي،
ده إله دخل في عهد يقول كده، أنا عارف إن أنت رب السماء والأرض، لكن أنت حفظت العهد، حفظت العهد مع شعبك. أنت اللي دعيتنا وأنت اللي خرجتنا من أرض مصر بزراع قديرة، وأنت اللي وعدتنا إنه تكمل معانا الرحلة، إنك تكمل معانا المشوار. كان مقتنع نحمية إنه الخراب والدمار دي مش الصورة اللي أبداً اللي يعرفها ومتخيلها. نحمية كان يعرف الله ويعرف مشيئته من خلال المكتوب، وعلشان كده ابتدى يقول له أنا عارف إنه يمكن الشعب أخطأ، يمكن الشعب ما طاعش الوصية، واللي إحنا فيه دوت بسبب شرنا وبسبب خطايانا، لكن تعالى بمراحم جديدة، تعالى بإحسانات جديدة، تعالى واغفر لهذا الشعب، تعالى ورجع هذا الشعب. بين الواقع وبين اللاهوت، بين اللي بيحصل في مجتمعاتنا وبين معرفتنا الكتابية عن الله، فيها التحدي، في هذا التحدي. احنا عارفين ايه اللي بيحصل كل يوم في مجتمعاتنا، لكن احنا مقتنعين ان ديت مش مشيئة الله، دي مش مشيئة الله ابدا. ايه دوري ودورك بين الواقع وبين معرفتنا على الله؟ يقول الكتاب المقدس هذه الكلمات، انه لما سمعت نحمية بيقول في عدد 4 هذا الكلام، جلست وبكيت ونحت اياما وصمت وصليت امام اله السماء. لما نشوف الموت والخراب والدمار ونعرف ان دي مش مشيئة الله، اللي يتخلق فينا انه نيجي قدام الله ونعمل ايه؟ وننكسر، نيجي ونصلي ونصرخ ونصوم، لانه في كل مرة بنيجي فيها قدام الله وبننكسر بيجي الله كده ويخلق فينا من جديد احشاء رحمة، بيجي كده الله وبيعلمنا ازاي نصلي اكتر واكتر، بيجي الله وبيذكرنا انه انا اله حي، انا اله عندي كل السلطان، بيجي الله واحنا بنصلي بيذكرنا بمشيئته، بيذكرنا بارادته، واحنا منكسرين بنسمع كمان صوت الله مش فقط لحياتنا لكن لكنيسته والشعب والكل خلقته. هذا الانكسار بيرجعنا مرة تانية نتذكر انه العار اللي بنشوفه دي مش مشيئة الله ابدا، وده دوري ودورك، ده دور الكنيسة، إنه لما نشوف الواقع الأليم ونعرف إنه إلهنا إله حي، إنه ننكسر، إنه نصوم، إنه نصلي، نتضرع أمام الله ونطلب منه إنه يجي من جديد ويشفي، يجي من جديد ويشرق بنور شمسه علينا. وده اللي بيذكرنا بيه الله في وقت الصلاة، ودي الكلمات اللي بيقولها أشعيا، ودي الكلمات اللي الله بيكلمنا فيها في أشعيا والأصحاح 60. بيقول لكنيسته كده، لأنه ها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك يقول الرب فيشرق الرب ومجده عليك يرى. صحيح يا كنيسة أنت شايفة أنه في موت وخراب ودمار وفساد، لكن مشيئة الرب أنه قومي استنيري، قومي استنيري لأنه إلهك إله حي، قومي استنيري لأنه الله قرر أنه يعلن مجده عليك، فتطلعي وتخدمي وتنادي بمصالحة العالم مع الله، والناس هتتجاوب والناس هتشوف مجد الله من خلال كنيسته، من خلال شعبه، من خلالك ومن خلالي، وعندها يتمجد الله. ولو بنسأل السؤال وأنا بختم في النهاية، كيف يتمجد الله؟ يرجع أشعيا فأصح 61 ويقول هذه الكلمات، والكلمات اللي استخدمها المسيح نفسه، أن روح السيد الرب علي، روح السيد الرب علينا، لأن الرب مسحني، مسحك، مسحني، مسح الكنيسة. إمتى يتمجد الله؟ إمتى يتمجد الله؟ يتمجد الله لما المساكين تكون عندهم خبر صار. إمتى يتمجد الله؟ لما المنكسر القلب، الشخص اللي قلبه مكسور يرجع ويتشفي من جديد. امتى يتمجد الله؟ يتمجد الله لما الشخص اللي مذلول في عبودية الخطية، سواء في جنس، سواء في مخدرات، سواء في فساد، سواء في رشوة، يرجع ويعرف الله مرة تانية. امتى يتمجد الله؟ لما تخرج الكنيسة وتنادي بسنة مقبولة، بسنة فيها تعويض عن السنين اللي أكلها الجراد. امتى يتمجد الله؟
لما يجي الله من خلال كنيسته ومن خلالك ومن خلالي ويعزي كل الأشخاص اللي في قلبهم حزن نتيجة على موت، نتيجة على دمار، على خسارة غير عادية. إمتى يتمجد الله؟ لما أجعل لنائحي صهيون، لما أعطيهم جمالا عوضا عن الرمان. لما يتمجد الله لما يحول القبح، القبح اللي احنا بنشوفه كل يوم وأصبح صورة عادية في مخيلتنا، يحوله إلى جمال. فبدل الموت، بدل الدمار، بدل الخراب، يرجع الله ويبنينا، يرجع الله ويبني بيوتنا، يرجع الله ويبني مجتمعاتنا، يرجع الله ويصلحنا لنفسه من جديد. عندها يتمجد الله. إمتى يتمجد الله؟ يتمجد لما يحول الصراخ والعويل والبكاء لفرح، 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 لفرح. امتى يتمجد الله؟ بدل الحزن يكون في رداء تسبيح. امتى يتمجد الله؟ لما كل الامور دي تتم، ولما تيجي الشعوب من حوالينا وتشوف انه اللي بيعمله الله ده شيء يفوق تخيلات البشر، ما يقدرش اي انسان على انجازه، لكن الله نفسه، الله نفسه من خلال كنيسته، من خلال شعبه يخلق او يغرس هذه الغرسه الجديده. الله من خلال كنيسته، من خلال شعبه يخلق امه جديده، ولما تتخلق الامه الجديده ديت يتعظم شخص الله مش في عيوننا احنا فقط، لكن في عيون الناس من حوالينا. ولما يتعظم شخص الله في عيون الناس من حوالينا هيجوا ويعترفوا انه ما فيش زيه اله، انه ما فيش زيه اله، انه ما فيش زيه اله. هو اللي بيقدر يشفي، هو اللي بيقدر يحرر، هو اللي بيقدر يبني، هو اللي بيقدر يشيل القبح ويدي جمال غير عادي من عنده هو، لانه هو الله وليس اخر، وليس اخر، وليس اخر. ده شو قلب الله ليك وليا، شو قلب الله لكنيسته. أنا بصلي النهاردة ونفسي وإحنا بنصلي نقول رب تعالى، تعالى تعالى واخلق فينا هالأشواق من جديد، اخلق فينا هالشغف الإلهي من جديد. قول رب تعالى كده وافتح عينينا على الضال والبعيد والمحروم. تعالى رب كده وساعدنا، ساعدنا، ساعدنا أنه نفهم وندرك أنه أن إحنا بنشتغل معاك أنت، وانه العمل عملك انت. تعالى حط جوانا شغف من جديد انك ترجع وتتمجد، انك ترجع كده وتتعظم في وسط شعبك، انك ترجع وتتعظم في وسط شرقنا، وتكون انت وحدك، انت وحدك لكل المجد، لكل العظمه ولكل السلطان. امين. تعالوا نقف مع بعضينا واحنا بنصلي اللحظات اللي جايه. نفسي واحنا بنصلي كده خلينا نغمض عينينا ونصلي مع بعض. قول يا رب أنا بشكرك، بشكرك، بشكرك من أجل محبتك، من أجل طول أناتك. قول يا رب أنا بشكرك من أجل صبرك عليا. قول يا رب أنا بشكرك لأنه فتشت وبحثت عني لسنين طويلة وما كلتش أبدا، ما كلتش أبدا يا سيد. يا رب بشكرك من أجل دايماً أبوابك اللي مفتوحة لنا، من أجل رب أحضانك رب اللي مفتوحة لنا. لسه أحضان الله مفتوحة ليك وليا، لكن كمان أحضان الله مفتوحة لكل شرقنا، لكل شرقنا، لكل شرقنا. وإحنا بنرنم الترنيمة اللي جاية كده وبنقول له بالأحضان الأبوية قلبك بينادي عليا. اتذكر اختبارك الشخصي، اتذكري كده اليوم اللي الرب كان بينادي فيه عليك وكان عنده شغف انك ترجع وترجعي ليه. وانت بتتذكر اختبارك النهارده اتذكر انه الهك بعده حي، هو امس واليوم والى الابد. لسه عنده هالشغف، هالشغف انه ترجع شعوب ليه تاني، انه ناس تيجي وتجري وترتمي في احضانه من جديد. تعالوا نصلي الترنيمه دي يا رب فعلا بالاحضان الابويه، قلبك، قلبك بينادي عليا. بالأحضان الأبوية قلبك بينادي عليا، أرجع واتمتع برضا عني
عدد العدد الثاني. جئت بخطايا سنيني عمر اللي انقضى في أديني. جئت لك بخطايا سنيني عمر اللي انقضى في أديني. دقت مرار البعد أسير واتمني أرجع ليك. عدت لنفسي بدمع البكي عند البيت صار خليك. راجع للآب الحنان واثق إن أنا ليا مكان. راجع للآب الحنان واثق إن أنا ليا مكان. بذنوبي أنا راجع بدموعي أنا راجع واثق إن أنا ليا مكان. خلينا ناخد لحظات نكمل كده وقت الصلاة. صلي معايا قول يا رب تعالى 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 ونادي يا رب على شرقنا من جديد في اسم المسيح يسوع. تعالى رب كده وتوبنا فنتوب أيها السيد الرب. صلي علشان بلدك. لو كنت موجود هنا سواء لبنان سواء سوريا سواء العراق مصر السودان صلي النهارده وقول يا رب تعالى واشفي بلادنا من جديد. يا رب تعالى واشفي بلادنا من جديد. تعالى يا رب واشفي ارضنا من جديد يا سيد. تعالى واشفي ارضنا من جديد. قول يا رب فعلا ارضنا عطشانه. ارضنا يا رب عطشانه. ارضنا يا رب مجروح. ارضنا يا رب بتتالم. تعالى يا رب تعالى تعالى واشفي اشفي من جديد. يا رب مشتاقين مشتاقين للبركه. مشتاقين انك تيجي كده يا رب وبنور وجهك تضيء يا رب من جديد على هذا الشرق ايها السيد. يا رب تعالى 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 من جديد يا رب واشفي. تعالى يا رب واشفي. تعالى يا رب واشفي. أشواق للبركة جوانا تشبعنا رضا وتفيد فينا. تغمرنا البركة وتملانا أنهار حتفيد من حوالينا. وجروحك تثمر في حياتنا وتبين ثمر الروح فينا. ونعطش لحياة البركة بتضعفوا أكتر تدينا. أمر بالبركة في أيامنا ارجع بما رحمك وحيينا. شراقة وجهك تستنى ونتوب وتعالج أراضينا. أمر بالبركة في أيامنا ارجع بما رحمك وحيينا. شراقة وجهك نستنى ونتوب وتعالج أراضينا. زينك تيجي بسلطانك تأمر لحياتنا بحرية. تسبح الحق يحررنا من كل خطية وعبودية. من كذب وباطلنا دينا من روح الحق تنورنا. نرسل كلماتك واشفينا. اظهر في سلوكنا وغيرنا. أمر بالبركة أيامنا ارجع بما رحمك وحيينا. شراقة وجهك نستنى ونتوب وتعالج أراضينا. أمر بالبركة في أيامنا ارجع بما رحمك وحيينا. شراقك وجهك
بنقول له الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. هللويا. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. لنعبد الرب بالفرح والحمد ولنهتف له ولنرفع الايدي. لنعبد الرب بالفرح والحمد ولنهتف له ولنرفع الايدي. الرب شعبه وغنم مرعى. الرب هو الله وصنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى. باسمي إلهنا سنرفع الرايات وبخلاصه ستعلو الترنيمات. باسمي إلهنا سنرفع الرايات وبخلاصه ستعلو الترنيمات. الرب هو الله صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى. الرب هو الله وصنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى. نقدم المجد لساكن السماء ونذبح الحمد لله. نقدم المجد لساكن السماء ونذبح الحمد لمن في وسطنا. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى. غنوا ورنموا بأعذب الألحان بالأيدي صفقوا لسيد الأكوان. غنوا ورنموا بأعذب الألحان قائدنا يسوع البار. نبع رجانا باستمرار. انت قائدنا يسوع البار. نبع رجانا باستمرار. ننهي نرعب او نحتار. Then